النهاردة انطلقت فعاليات اجتماع المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية للتحضير للقمة الأفريقية المقررة يوم 26 و 27 يونيو الجاري، وده في تدشين هو الأول من نوعه لعودة مصر لاستئناف أنشطتها في الاتحاد الأفريقي. هذا التطور يأتي بعد 3 أيام من قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي باستئناف مصر لأنشطتها مجددا وعودتها للاتحاد الأفريقي.